اي انه الموازنات في القرآن موجودة. الموازنات شنو؟ الموازنات انه لما تتكلم عن انسان مثلا مبتدع او كافر ملحد، مثلا لينين ملحد كاتب كتاب اسمه مختارات صفحة 172، لينين بيقول: وبهذا الصدد نقول بالطبع إننا لا نؤمن بالله. قال: فإن هذا الإله لا يحقق لنا الاتحاد، فنحن لا نؤمن بالله. ذو الكافر. الموازنات يعني شنو؟ يعني لما أجي أتكلم عن كافر زي ده أقول لهم: لكن خدوا في بالكم هذا الكافر له فضائل عظيمة جدا. لينين هو الذي صنع الاتحاد السوفيتي، لينين هو الذي أسس قواعد الاتحاد السوفيتي، لينين هو الذي دافع عن الحقوق البشرية وهيومن رايتس وشنو ما تعرف. لا لا لا، القرآن يتكلم عن الكفار وما ذكر لهم محاسن، رغم أنه كان عندهم محاسن ولا ما عندهم؟ كفار قريش عندهم محاسن حاجة سمحة ولا ما عندهم؟ يعني عندهم أشياء سمحة جدا، أشياء أنت ذاتك ما بتقدر تعملها. والله عندهم أخلاق، الأخلاق اللي بيتكلموا عنها ديل وصدار يضيعوا لنا بها كل عقيدتنا. الأخلاق التي كانت عند العرب والكفار والله لا تكاد توجد الليلة عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. أخلاق نبيلة وصافية ونقية ما بتلقى عندك أنت ذاته، ما بتلقى هسه. أنا أضرب لك نموذج بسيط. في معركة أحد لما انتهت المعركة جاء أبو سفيان ابن حرب، كان الوقت ذاك مشرك، جليق حمزة رضي الله عنه ميت ومثل به، قطعوا أنفه وقطعوا أذنه وهكذا مثلوا به وبقروا بطنه، فوقف عنده أبو سفيان، وقف جنبه وأخذ الحربة ووطئ عليه وبقى بيضربه كويس. تخيل واحد من قادة المشركين، من قادة المشركين، من قواد بني كنانة، عاين لأبو سفيان وده قائد المشركين بيعمل كده. قال: فالتفت إلى قومه قال: انظروا إلى سيد قريش. شوفوا، قال لهم أبو سفيان سيد قريش يفعل ماذا يفعل بابن عمه وهو لحم. قال لهم، لقوا ميت، قال لهم: شوفوا بهين فيه وكيف. شوف العرب من أخلاقهم، إنه دي ما من الأخلاق. أنت زول ميت ما تجي تهينه، ما من الأخلاق. يتلفت عليه أبو سفيان قال له: استرها عني فإنها زلة. الأخلاق زي داسة عندك أنت فيه؟ والله عند كثير من المسلمين ما في. العرب تدين هذا الخلق الدنيء. قال له: يا أخي أنت لو دار تهين حمزة خليه يكون حي، ويكون حي وسيفه في يده، تعال هينه. لكن ما تلقاه ميت ولحم تيد عفصه بكراعك. دي أخلاق راقية جدا. لكن مع ذا القرآن لم يذكر لهم هذه الأخلاق، ولم يذكر لهم ما كانوا فيه من النزاهة والكرم، ما ذكر لهم دي. لأنه أنت لما تيجي تذكر محاسن الناس، الناس ممكن يعجبوا بهم ويغتروا بهم. لما نجي لنا أنا أذكر لك محاسن البرعي ولا محاسن منو وعنده وكذا وعنده وكذا، أقول لك لكن والله للأسف مشرك. أنت ممكن ما تقتنع بنقطة مشرك دي، ده مش بغالي تقتنع عليه بالنقاب بتاعت إنه أكل الكسرة وعرس للولادات وإلى آخره. فلذلك ما بيجوز يا إخواننا ذكر شنو؟ المحاسن والمساوئ. دار تنتقد إنسان أذكر فقط ما عليه هو من الغلط، أذكر الغلط اللي عنده فقط. أما لو كان زول فيه خير، يعني زول كويس هو ومن العلماء، تذكر ده بجوز إنك تذكر شنو؟ ما عنده من الخير وتذكر ما عنده من الشر. ده لو كان رجل فاضل وهو من أهل الخير ومن أهل الفضل ما في مانع. حتى لو مثلا ده تذكر لك زل لإمام من أئمة المسلمين، إمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، تقول هذه المسألة أخطأ فيها مالك، ممكن بعد ذاك تذكر فضائل مالك رضي الله عنه، إمام المدينة، إمام دار الهجرة، تضرب له كباد الإبل، يقال عنه كذا، ممكن تذكر الفضائل لأنه أصلا ذو الخير ودين.
زول خير، لكن اما زول مجرم ما تذكر الا مساويه فقط.